صفير، ليش حتى ما صفير؟ اصلا انا شغلتي صفيره. لازم حدا يخبر جدو لفراش. لا ما في داعي حدا يخبر جدو. لا في داعي، بركي امي جدي عضت على اصبعتها، خليه يشوفها قبل ما تودع. ايه مزبوط جميل مزبوط، لازم يشوفها قبل ما تموت. لا عمي كل شيء الا خبر جدو، انا مالي قدها العلقة. عمره 120 سنة، من ايش خايف؟ شو رح ياكلك جدو لفراش؟ ياكلني؟ لك ياكلني صحتين على قلبه، انا ماني خايف ياكلني. لك من شو خايف؟ لك جدو لفرج اهوج، ما بيلاحق الواحد يحكي معه كلمتين الا بيكون تنخع بوشه، بعدين ما هو حق يعني بعد هالخبريه يتنخع. ايه مزبوط مزبوط مرت عمي جميل، ما هو حق، يعني واحد عمره 120 سنه بتلاقيه دور بسراج وفتيله على وحده تقبل فيه، يجي واحد يقول له هيك ماتت بده يتنخع بوشه. ماشي ماشي، لا تعملوا لي اياها قصه، انا بخبره لجدو، انا بعرف اتعامل معهم هدول ختايره، بفهم عليهم. وانت بتروح على موقع الجريمة وبتجيب الشبرية. موقع الجريمة؟ لا انا بروح بخبر جده لفرج، انت بتروح على موقع الجريمة بس ما بصفر لك مشان لحق اروح على ام الطنافس وارجع. هلا لا تختلف انت ويا محروس، نبعت ابو كيروز يصفر لك. انا اختصاصي اول شيء مو مصفراتي. هتتجسس علينا ولا؟ ما بدي اعرف شو حاوجك للسبب، لك راتبك 15000، هاد ما عدا اللهف. الف لهف، سجل لي اياها فيها قافيه يا ابني. حاضر سيدي. وسجل لي كمان خطف ندف وشلف وفي عطف سيدي على نفس القافيه. هذه ما بتزبط معي عطف، عم الف قصيده بوليسيه. قول هل دحت ابو شكيب؟ انا كبسانه الخرطوشه تبع فرد الحكومه سيدي. شو يا عفطوك؟ شو يعني عفطوكك ابو كيرو سيدي؟ يعني كمشوك او دكوك. سجل لي اياها يا ابني. عفطو. ليش شو عملنا سيدي؟ لك لا تخاف، بس انا عم الف قاموس للمصطلحات الاجراميه. ليش انا مجرم؟ انا ممكن تكون مو مجرم، بس هذه المفرده انا سامعها لك ليكون انت خريج سجن الوادي. لك ابو كيروز سيدي كلهم يومين قضينا هون هنيك وبالخلاص. شو فايدته هالقاموس سيدي؟ هذا القاموس يا جاهل بتوزع على الشرطه، وكل واحد شرطي بيصير يعرف اسحاب السوابق من مفرداتهم. حلو. إيه انت ما بيمشي معك الا الجرم المشهود، الواحد لازم يعرف ايطالي لحتى يعرفك اذا كنت مجرم ولا لا. لا سيدي هذا اساسينو مافيوزو. انا قاتل بالمافيا ولا؟ شفتوا سيدي كيف طايق فيوزو؟ لا خلصنا بلا العين انت وياه بقى، وين الستة؟ بمكتبها. الحقوني لشوف.